مهنة المصاعد. صباح الخير جميعا، يوم تجربة فريدة مع سائق شاحن. مين ابو حمزة؟ انا اسمي حسام عبد القادر ابو حمزة من عين كارم، هذه قرية في قضاء القدس، مواليد الاردن، صار لي هون في شيكاغو 31 سنة تقريبا. كم صار لك في المهنة هاي ابو حمزة؟ بدأت في 26/11/1995. 25 سنة ما شاء الله. شو اللي خلى ابو حمزة يصير شوفير شاحنة؟ انه انا صغير بحب السواكة، لما اجيت على امريكا كنت اشوف هالشاحنات، كل ما اشوف هالشاحنات اقول بدي اطلع على هالشاحنات، بدي اجرب اسوقها. صرت ايش نسأل، لما شفنا واحد من شباب اصحابنا طلع على الشاحنات طلعت معاه مشوار مشوارين، عجبتني الشغلة هذه وبدأت من هناك. يعني امتحان السواقة أول مرة رسبت شغلة سخيفة، كانت بتقول لي طلع الطيارة هذه مكبرها أو قريبة أو إشي، يعني تمتحني كانت. فلما طلعت على الطيارة هيك وأنا قاعد بسوق بتقول لي، بقول لها أوه ياك رسبتني عليها، إنه أنا يعني لازم تنتبه، يعني مش لازم تنتبه لا على الطيارات ولا على السيارات ولا على إشي يعني. بس تغلبت كثير وصممت إني أطلع رخصة زي اي مهنه ثانيه. كل ما كانت عندك خبره في المهنه بخبرتك انت بصير تعرف يعني الصلعه تبعتك اسرارها، السرعه، الاتقان، هذه كلها بصير دخلك اكثر. يعني مثلا شوفير مبتدئ حيبدا يشتغل كمباني درايفر، يعني على الشوفيرات على الشاحنات الشركات 5 ايام مثلا في الاسبوع بيعمل له 700 800، في منهم 900 بيعملوا، ممكن توصل 1000 في الاسبوع. 1000 في الاسبوع؟ الاسبوع نعم. هلا كل ما يشتغل بصير عنده خبره، بصير ايش يعرف وين يشتغل بالضبط، مع اي شركه يشتغل بالضبط، فبزيد دخله. هذا المعدل المتوسط طبعا، ممكن يوصل 60,000 في السنه يعني. هذا الشاحنه مش له، يعني هذول مصريات صافيات له يعني. الافرج بقدر المعدل المتوسط اذا بشتغل عادي طبيعي بدون ما يعني اهلك نفسي، $2,500 صافي في الاسبوع. هذا بعد ما اطلع مصاريف الشاحنه، بعد الديزل، بعد كل شيء. عاده الشركات بتيجي يعني زي هاي النقله مثلا، هاي بدفع عليها $1,000. سو اذا انت بدك تشيل منهم 500، منهم 300 للديزل، تحط لك $200 في البنك، هذول للاحتياط. هلا هيك انت شو بتكون؟ مروح على بيتك في اليوم هذا $500، اضرب 500 بخمسة، هاي بتروح على 2500. الشك عادة بيجي 7000 في الأسبوع، 8000 أو 9000، لكن هذول بدك تخصم منهم الفيول، بدك تخصم منهم المصاريف هذي. يعني أنا سنة 2019 الجروس المبلغ الإجمالي أنا عامل 318,000. بدك تخصم منه الديزل اللي عبيته، غير زيت، طب غير زيت تبع حادي كنت 3 اسابيع $500 مثلا، فهمت كيف؟ التامين، محل ما بتصف الشاحنه تبعتك، التول، المينتنس للتراك، يعني بضرب عندك عجل، في مصاريف يعني. كمان شوي نازلين على جاز ستيشن نعبي فيول للتراك، بدي اعبي ديزل مثلا، هاي البمبات هنا طريقه التعباي بتكونوا حاطين على الجهتين، يعني الشاحنه دائما لها تنكات اثنين فل تبعها، بدك تعبيها فل كامل بين $500 لـ$600. البمب هذه تبعت الديزل بتقدر تستخدم الكروت او بتقدر تدفع كاش. لما انا بعبي ديزل دائما تعلمت انه افتح الموتور اشيك على الزيت اشيك، لانه انا وقفت احيانا الواحد وهو ماشي بيعرف شو بيصير معي يعني. بتحط الكارت عليها بتطبع لك الرصيد بدل ما تروح تصف على الدور يعني. كل ما بتعبي ديزل من عندهم بيعطوك شاور ببلاش ومي قويه جدا سخنه، اقعد في الحمام ساعه ساعتين ثلاث اربعه ما حدا بيحكي معك وببلاش فري. هذا بنحط في الشاحنه، في منهم بتوصل 1 مايل اللي هو الرينج تبعها او 2 مايلز، في منهم بيضيفوا عليها بعض من القطع بتصير مسافتها 10 ميل او اكثر. هذه معظم الشفريه، هذا محطوط شانل 4 هنا، معظم الشفريه بحطوها على 19 على 19، يعني لو انت ماشي على الطريق بتكون حاط الجهاز هذا بتحطه على 19 بتسمع كل الشفريه شو بيحكوا، فاذا في حادث قدامك بيحكوا لك. اه اوكي.
اذا في شرطه بيحكوا لك لتنبيه السائق للسيفتي لل يو نو لشغلات كثيره. هون في عندنا الاجهزه هذه الموجوده في الشاحنه اللي هي الاي لوج هذا بسموه. في هذا الجهاز بيعطي سيجنال عن طريق الواي فاي لهذا الجهاز اللي هو زي الايباد يعني. هلا كل حركه بعملها في الشاحنه، الغيارات، السرعه، هذا الجهاز بيستقبلها. القانون الموجود في امريكا اعطوا لسائق الشاحنه فقط 14 ساعه شغل في اليوم، السواقه منهم 10 11 ساعه بالكثير. اول 8 ساعات بتسوقها لازم توقف تاخذ 30 دقيقه استراحه. اذا طلعت عن الساعات المقرره هاي بخالفوك بوقفوك بنيموك 10 ساعات في المنطقه اللي انت فيها. هذا رقم الحاوية وهذا السيل. الزبون لما يجي أوصل عنده بتفقد الحاوية، كل شيء تمام، بوقع هون بأخذ نسخة وأنا بأخذ نسخة. هلا هذا رقم الحاوية لازم أحطه على الجهاز هذا، حتى الشرطة لما يجي يوقفوني يطلعوا على الأوراق مشان يتأكدوا إنه المعلومات متطابقة. يعني كانت زمان أول شيء عدد الشفرية قليل، ما كان في قوانين صارمة زي هيك، الأجهزة مثل هذه ما كانت، كل شيء كان سهل. GPS كان موجود؟ GPS ما كانش موجود. كيف كنتوا تمشوا على الخرطات؟ عندي دفتر خرطة، أنا دائما محتفظ فيه دفتر الخرطة، لأنه أحيانا بتطلع مناطق GPS بوقف، فبدك تضطر تستخدم خبرتك. دفتر الخرطة هذا لكل أمريكا. GPS مش دائما بيشتغل للعلم يعني. هذا GPS ثمنه $700، هذا فقط للتركات. من مميزاته انه بحكي لك اذا بدك تدخل في شارع بقول لك هذا ممنوع تركات تدخل فيه مثلا. اذا في شارع دخلته مثلا الوزن تبع الشاحنه لازم يكون في وزن معين، يعني بيعطيك معلومات فقط للشاحنه. هلا هون في كمان جهازين بيكون الهاي واي معمول التفافي، يعني كيف واحد مثلا جاي من فلوريدا بده يمر مرور من شيكاغو، فبدل ما يدخل على شيكاغو داخل البلد وكلها ازمات، فكل مدينه في امريكا بيعملوا هاي واي التفافي حول المدينه هذه. فدائما هذا الهاي ومعظم الاوقات بيكون عليه تول، التول اللي هو دفع مصاري تدفع حسب الوزن الشاحنه، او اذا معك سياره الدفع اقل، اذا معك شاحنه الدفع اكثر. هذا الجهاز مربوط مع اجهزه هم حاطينها على الهاي واي هذا، بحيث لما بتمرق منها بتاخذ تستقبل هذه التغطيه او السيجنال من الجهاز، وبيسحبوا المصاري اوتوماتيكلي من حسابك من البنك. الجهاز اللي تحت منه هذا للميزان، بيكون ميزان الحكومه، كل ولايه في لها موازين بوزنوها. في منهم احيانا بيعملوا فحص للسلامه العامه للشاحن. هلا لما اعطوني الضوء الاحمر لازم ادخل، وزن الحموله كامله ببين، اذا انت عندك زياده حموله بدخلوك على الميزان الرئيسي انك توزن عليه. هاي بندعس عليها، شايفها هاي؟ هلا هذه راح توزنني. هلا طلع الضوء فوق، طلع الضوء فوق فوق، طلع هاي اعطتني الضوء الاكبر اني اطلع ما اوزنش. اذا هاي الحديده اللي دعست عليها تبين ان انا عندي حموله بخلوني ادخل على اليمين. هناك في عندهم ميزان كامل بحيث هاي شاب محل ما اوزن، هذا عندي حموله. هلا انا عندي حموله بس حمولتي مش ثقيله، اذا انا اغنورت يعني قلت بديش ادخل، الشرطه هذول واقفين هناك ببين عندهم على طول راح يشوفوني بلحقوني 10,000 ضرب مخالفه. ودقينا الشوت مي داون، بحطوا لك على القزاز هون ستيكر 10 ساعات ممنوع تتحرك. ايش اصعب المواقف اللي واجهتك على الطريق؟ اصعب موقف حصل معي ماشيين الترافيك كله، الشاحنات، السيارات، والدنيا ثلوج كانت، ماشيين على سرعة تقريبا 40 ميل في الساعة، ثلج، أرزح عليك، وأنا من طبعي بترك دائما المسافة بيني وبين الأمامي، بحيث إنه لو صار أي شيء تقدر تتلاشاه. فجأة كل الترافيك وقف، الترافيك اللي وقف في منهم هرب على الشولدر، في منهم عشمال يروح يطلع يحاول يهرب على الميديا، طبعا أنا لما دعست بريك أنا ما عنديش مش محمل فاضي، دعست البريك تبعتك هذه، هاي التريلا من ورا بصير هيك، فهذا كان من أصعب المواقف. لما وقفت الشاحنة، لما وقفتها طلعت على الشاحنة قدام مني مسافة تقريبا 2 فيت، يعني هيك تقريبا هيك، وانا عم بحاول في الغيارات العكسية والدار، شفت الحاجات هذه لما قدرت اوقف، لكن كنت خايف انه اذا خلعت اللي قدامي اللي وراي يخبطني وبعدين تصير ايش الكارثة هذه. هاي المهنة بعدتك عن هاي المهنة؟ طبعا هذه المهنة، يعني انا بنصح اي انسان بده ينزل على يبلش بالشاحنات، اذا كان عزابي يشتغل ويتوكل على الله، لكن بده يحط في باله اذا بده يتزوج بعديها يغير مجال الشغل هذا، بيطلع على السفريات برا في مجال بيكون للشغل في داخل البلد، يعني بيصلي الصبح بيطلع على شغله زي اي موظف ثاني، بروح على 4-5. لكن السفريات هاي بيكون عنده اولاد، زوج عنده اولاد، بتاثر على علاقته مع مرته وعلاقته مع اولاده. لو اني جاني تليفون هلا في اوهايو وهذا التليفون بفرض علي اني اكون في شيكاغو باللحظه هاي، هلا هون شو بدي يصير فيها انا؟ صعبه جدا بتكون، بتاثر على علاقات، نعم بتاثر على العلاقه الزوجيه، بتاثر على علاقتك مع الاولاد، عشان هيك معظم الامريكان اللي بصير عمره فوق ال40 بكون هو مرته او براسه، بياخذ الترك وبيطلع بصير يغيب من ولايه ولايه، فيش عنده اولاد ولا عنده ولده الله يعلم وين رايح. هلا اثرت عليك شخصيا؟ نعم اثرت. ايش دور الاب؟ هو دور الاب يعني راعي في البيت، ينتبه على الاولاد، يوجه الاولاد، اذا بشوف اي اخطاء في البيت يراقب اولاده، يحن اولاده، يحضن اولاده، يشوف اولاده كل يوم، مرته لها عليه حق
تمام. فبعدك انت عن البيت احيانا تضطر تنام برا. الاولاد في لحظات اللي كانوا يتصلوا علي، بابا السلام عليكم كيف حالك، احكي له اهلين بابا شو اخبارك كذا، في شيء يابا، تقول لي لا انا اجست مس يو. يعني الولد بيشتاق لابوه دائما، خاصة لما يجي يوم او يومين. فاثرت انا شخصيا اثرت علي بعلاقتي مع مرتي بعلاقتي مع الاولاد، والنتيجه كانت مش طيبه يعني. فهلا انا مضطر اني استمر في الشغل بتاعي، بحيث انه لطالما كانت النتيجه مش يعني توصل للطلاق. نعم نعم نعم، كثير من الشوفيرية للأسف يعني. أنا ما بحط اللوم على النساء بشكل عام، ولا بحط اللوم على الرجال، لكن الزوجة عليها دور كبير. إنه إذا كانت بتعرف إنه زوجها سائق شاحنة، وأنت لما تزوجتي بتعرفي إنه سائق شاحنة، هذه مهنته، هذه الرزق اللي الله كتب له إياه. فهو مضطر إنه يبعد عن البيت يوم أو يومين، فأنت المفروض تحفظي زوجك، تتحمليه. سائق الشاحنة يشوف الموت مثل اللي حامل روحه على كفه وماشي. المعاناة عند سائق الشاحنة زي معاناة أي إنسان في مهنته، لكن هاي الشغلة بالذات قال السفر قطعة من العذاب. فتخيل انت كسائق شاحنة معرض للمخاطر، احيانا بتنعس يعني، كثير اصحى على الشاحنة الاقيها طالعة على الشولدر، لكن بقدرش اوقف انام لانه لازم في وقت معين اكون عند الزبون. احيانا تشعر انك بدك تكون عند امك وابوك عند اولادك، لكن ما بتقدر، وسواقة الشاحنات في دمك وكأنك ادمنت عليها، فبتضطر ترجع على الشاحنات باقي. في ناس حطوا هدف قدامهم، طلعوا على الشاحنات قال لك يا عمي طالما بيعملوا 60 و70 ألف و100 ألف السنة، أنا بدي أشتغلها 3-4 سنين أجمع المصاري أفتح لي بزنس أو أروع البلاد أبني لي بيت. كل شوفيريد أمريكا هذول موزعين مقسمين، في منهم اسأله أقول له ليش بتسوق شاحنات، يقول لك هاي في دم، منه رزقه بعيش ومنه بمارس هوايتي. طيب تعال أنا واحد تاني ليش تطلع شاحنات، يقول لك والله يا عمي مالك يا شغل، وأنا بشتغلش لا بخنزير ولا بخمرة ولا بالقرف كله، أنا بدي شغل حلال، وهذه أحل شغلة شفتها. لكن بالمحصلة وبشكل عام كل سواقين الشاحنات عندهم مسؤوليات كعرب ومسلمين. الأمريكان أهدافهم ما بتناسبنا، مصرياتهم بتروح على الأمور الجير فريند والخمرة والمخدرات والمش عارف شو شمات الهواء إحنا الواحد بتجوز بخلي مرته تقعد في الدار ما تشتغلش تدير بالها على الأولاد، فبضل هو الوحيد في البيت اللي عنده دخل، عطلته محسوبة عليه. العطلة المضبوطة إنك تأخذ 2 days off يومين، هدول يومين تبعد عن جو الشاحن نهائيا. والله جايني 3000، طب وين بدي اوزعهم هذول؟ والله بدي اودي لاهلي في البلاد، بدي اصرف على مرتي واولادي، عندي فواتير، فبضلوا دائما ملحوق، خاصه الاولاد هون في امريكا لما بدك تعلم اولادك في الجامعات، عندهم طلباتهم، عندهم حاجات مصاريف، احنا العرب بنحب نخلف يعني، الواحد ما بيكتفي بولد ولدين يعني. هلا روح على الاردن، يعني ما في بيت بيخلى من المغترب، وهذا المغترب بيجي هون ومسخن، بصير بده يساعد اهله وبده يكون مستقبله ويتجوز ويصرف على عيلته، فبضلوا مسكين ايش يشتغل. هاي معاناة، وبعدين معرضين احنا هون لمشاكل مع الامريكان بالعنصرية مثلا. يعني انا السي بي هذا الجهاز اللاسلكي ليش شلته؟ لانه هذول الامريكان بيكونوا يحكوا على الطريق، بحطوا على القناة رقم 19 كل الشوفيرية بيكونوا سامعين بعض، واحد منهم بنادي على الجهاز، بنادي علينا احنا اللي رايحين وين، يسألنا في شرطة في حادث كيف الطريق. احيانا بنادي مرتين وثلاث ما حداش برد علي، فانا بحمل السي بي بنادي علي بقول له مثلا يعني اعطيك بعض المصطلحات، بقول له ويست باوند يو غانا كافي، انت اللي متجه رايح ويست سامعني. هلا اذا ما حداش رد انا عاده برد بقول له جو هيد ايست باوند، مثلا بقول لي وات ديد يو ليف بيهايند. هلا في مصطلحات بيستخدموها شوفيرة التركات العامة ما بيعرفوها، الشرطة بتعرفها. مثلا سيارة الإسعاف، المصطلح اللي عند التركات ميت واقف عربية اللحمة يعني، الشرطة ستيت بوليس اللقب تبعه عند شرطة التركات سموكي بير، الدب المدخن، الشرف كاوني ماوني. ففي مصطلحات لما أجي أنا أتكلم أرد على واحد من هذول الشرطية، طب أنا عندي أكسنت بالإنجليزي، أنا مش مواليد أمريكا، أنا مواليد الأردن، فبتلاقي واحد بيطلع بيصير يضغط عليك، ارجع بلادك يا كلاب يا اللي مش عارف شو يضغطوا، حملت الجهاز عداك عن الشرطة لما بوقفك بشوفك عربي بصير بده ينبش عليك. العربي بيقعد أسابيع وأشهر يدور على طريق للغش حتى يشتغل بدل الأربع أيام 10 أيام. العربي يا أخي إحنا طبيعتنا بنتعلم بسرعة، وبعدين عندنا حب المغامرة،